نروح بقى مع حضراتكم على خبر مختلف. أعلنت منظمة الصحة العالمية تعيين أسطورة كرة القدم الإيفوارية ديدي دروجبا اللي بيبلغ حاليا من العمر 43 سنة كسفير للمنظمة للنوايا الحسنة للرياضة والصحة. طبعا دروجبا عنده سجل حافل من المشاركات في مختلف الحملات الصحية زي أنماط الحياة الصحية، مكافحة الملاريا، الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية إلى آخره. فطبعا مش غريب على دروجبا أنه يشارك في مثل هذه الأعمال. دروجبا اعتزل كرة القدم سنة 2018 بعد ما كان ليه طبعا الصوالات وجولات في العديد من الدوريات العالمية، كانت أبرز تجاربه على الإطلاق مع تشيلسي الإنجليزي اللي توج معاه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 ولقب البريمير ليج أربع مرات، وتم اختيار دروجبا كأفضل لاعب في القارة السمراء مرتين. الكلام ده كان عامي 2006 و2009، برضو واحد من اللعيبة الحريفة التقال جدا. طبعا اسم كبير وتقيل، طبعا اتفق معاك.